من لندن ينضم إلينا مراسل الغد عمر شاكر. عمر، يعني انقل لنا الصورة حول الاحتجاجات المناهضة للعنصرية وسط هذه القيود الصارمة والتي فرضتها الشرطة البريطانية. جمانا، في الساعات الأولى من الظهيرة تجمع المئات من البريطانيين في هذه الساحة، في هذه المنطقة، منطقة هايت بارك، وهي مركز انطلاقة كان من المفترض أن يتوجه بحلول نهاية هذه التظاهرات المحتجون إلى منطقة الطرف الأغر أو ساحة الطرف الأغر، وهو وفق ما حددته الشرطة لضمان السيطرة على هذه التظاهرة، لأن في المقابل هناك تظاهرة أخرى في ساحة البرلمان وسط لندن دعت إليها جماعات يمينية تقول أنها خرجت للحفاظ على التماثيل التاريخية والمعالم التاريخية في لندن، لا سيما تمثال رئيس الوزراء الأسبق وينستون تشرشل الذي كتب عليه عبارة أنه عنصري في احتجاجات الأسبوع الماضي، وتم تغليفه من قبل السلطات يوم أمس بألواح على شكل مربع بشكل كامل لحمايته من أي أعمال تخريبية. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دافع عن سيرته وقال أنه لا يمكن إعادة تحرير التاريخ، وكان الكثير من الأفكار في القرون الماضية تختلف تماما عن طبيعة الأفكار في هذا العصر الحالي. هذه الساحة الآن خلت كما نشاهد، وعلى ما يبدو أن بعض المحتجين كما تحدثنا إلى بعضهم قرروا عدم الذهاب إلى منطقة الطرف الأغر منعا من أي احتكاك مباشر مع التظاهرة الأخرى التي تحمل وجهات نظر مختلفة بشكل تام. أيضا المحتجو أو منظمو احتجاجات حياة السود مهمة يبدو أنهم علموا أن هناك تظاهرة أخرى وغيروا من مواعيد التظاهرات. يوم أمس أيضا كانت هناك تظاهرة في ميدان طرف الأغر دعما لاحتجاجات حياة السود مهمة. نعم، عمر شاكر مراسل الغد كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.